رقم ولا ولا نو بروبليم ماكو مشكله وجروبي مانو مشكله سلسله قول احكي سلسله يما تبي يما بلا 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 يبعد لك حمانه بلا بلا خسولا يوم اللي كنا قاعدين نحكي نسولف مبسوطين قالوا الفكره شي غريب كاميرا يلا حبيبي خلنا نلحق اللي تكفنني ياسر وفادي وركان جيني ولميس وحنان مخرج سالم مو جديد الميزانية مع فريد مشكلة مشكلة فيها مشكلة يا فادي اضرب اللوكيشن مين عم يشخر عم نصور صورنا وجبنا نجوم سوسن عبير وفطوم في معنى دينا هارون مين بدي رد ولا على مين منتجنا اسمه مشهور وباسم جروبي مشكور والبرنامج كل شي ماشي كل من شافه ضحك غاشي كل شي ماشي بس خلنا نحضر كل شي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي في شي مشكلة كل شي ماشي كل شي ماشي ما في مشكلة لك يقبرني ايش هالعيون هدول عيون الغزلان ايه بس لا تطلبي كثير هلا لا بس لاني جعت انا اطلب ايه هلا احنا كل ما الواحد جاع بياكل اكثر وينه هذا في واحد هون بيجي ما بعرف شو اسمه لك بينادوله متر انت اي ستيل يعني شو متر شو عرفك بالمتر هيك اسمه ناديله بيطلع شي مترين وينه المتر متر مترين اهلين اهلا وسهلا اهلين يعطيكم العافيه ايه استاذ شو بتحبوا تاكلوا بيتزا بيتزا عندك بيتزا؟ ايه بيتزا ايه كيف بتحبوها؟ في صغيرة وفي وسط وفي كبير شش لا جيب لنا كبيرة ما بتخلصها جيبها صغيرة صغيرة؟ ايه بتحبوا اقطع لكم اياها 6 قطع ولا 12 قطعة؟ شش لا لا شو 12 قطعة ما بتخلصهم 6 قطع شو بدك؟ يعني الواحد ما بيقول خاطركم؟ ايه مخاطركم حبيبي يعني انت مو ملاحظ حالك يعني انت ما جبت لي هدايا؟ شو يعني؟ يعني 6 ايام الخطبة شو كنت تجيب لي هدايا على الطالعة وعلى النازلة؟ هديك ايام الخطبة حبيبي سلامة فهمك يعني بتعرف انه المرأة هيك مثل الوردة كل ما رششتها بالمي كل ما اعطتك منظر احلى ايه وبتعرف انه صياد السمك بعد ما يصطاد سمكة ما بيطعميها؟ ايوه لك مو عيب عليك تحكي علي انا عم بحكي عليك دخيل عيونك الحلوه مو معقوله مو معقوله زوزو انا بعرف انك زعلان مني مشان هيك جاي اعتذر منك واقدم لك هاي الورده مني لك تأثر فيي وقع علي شوي علي ساكن فيي وحولي بقلبي وبروحي لما بدي منك ورد بدي بالحلمي ضلك حد التفكيري نسيني جروحي مأثر فيي وقع علي شوي شوي علي حبيبي نعم حبيبتي هلا انا بدي اسالك سؤال يا عمري انت قبل ما تتعرف علي وتحبني ما كنت حابب شي وحده قبلي ايه بس من زمان كثير يعني هاي وقت كنت بالشام كنت انا بالشام ساكن طابق اول كان جارتي اللي تحتم مني كربوجه كثير ولذيذه كنت احبها بس ابوها كان صعب يا لطيف كان هالكني ما يخلي لي مجال شوفها ولا باي طريقه بس بعدين لقيت حل دغري بتعرفيني يا حربوق انا
صرت زدت لها ليرة، على صوت الليرة تطلع. ايوه بس على هالحالة تقبرني انت صرت صارف ليرات كتير. لك لا ما كنت باخشها ورابطها بزتها بطجل لها اياها وبرجع بسحبها. اكتشفت فيها نادي للعورات وفيهم ستات يا عمدة؟ ما عرفتش عشان ما كانوش لابسين. السلام عليكم خالتي. خالتي خلوا العظامك شو بدك؟ انا من لجنة حي الحارة عم لم تبرعات. تبرعات؟ لشو تبرعات؟ مشان سور المقبرة. ولشو سور للمقبرة؟ هيك أحسن مشان كله يفوت ويطلع بنظام. حبيبي ما في داعي للسور لأنه اللي جوا مو قادرين يطلعوا، لا اللي برا حابين يفوتوا. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اهلين، تفضل. هالمحل نسائي؟ ايه صح نسائي. ايه لفت لي نظري الطقم اللي بالواجهه. اه صحيح عجبك؟ كم سعره؟ ايه هذا بحسب لك اياه ب 4000. ول بحرمه ولا بدون حرمه؟ لك آخ آخ بس لو تعرفي قديش بحبك. لك بموت عليكي، لك تقبري قلبي إن شاء الله. لك وين مقعدك قعدتك هيك تحت شجرة بالفي، من كتر ما أنا رومانسي وبحب الرومانسية. لك بتعرفي شغلة، لك أنا بعيونك بشوف الدنيا كلها، شايف الدنيا كلها. ها شفت اللي حمارتي لونها ابيض واسود، صار لي 3 ايام ادور عليها. كيفك حبيبي؟ تمام يا حبيبه قلبي. سحر سحر انت احلى شي بحياتي. وانت كمان احلى شب بشوفه بحياتي. سحر سحر انا بحبك كثير. يا سحر يا سمر يا قمر. اوه حلو صوتي؟ كثير حلو بجنن. اصلا انا من لما عرفتك حسيت الدنيا كلها عم تتحكي لك. بحبك بحبك بجن فيكي. لك انا بموت فيك حبيبة قلبي. انا حابب هيك دلعك، ناديلك ب يعني هيك اسم، اسم الدلع دلعك يعني مثلا سحورة. شو كانوا يدلعوك لما كنتي صغيرة؟ انا كان يمدهولي سوسو. سوسو شو طالعه من دمك حلوه يا سوسو يا عمر انت يا سوسو. طب وانا كمان حابه دلعك، شو كان يدلعوك؟ ابو ريالي. لك حبيبي انا هي لفايه ما بقى يمشي حالها معي بالمره، فهمت؟ ما عم تصل، ما عم بقدر اشوفها يا اخي، ما عم بقدر، كل ما بشوفها بتعمل لي مغص بمعتي، ما عاد بدي اياها، فهمت؟ ليش حبيبتي انا كثير حاببها؟ شو؟ لا يعني مو حاببها، يعني انا جربتها بكذا شغله ولقيتها نظيفه كثير. انا ما بقى بدي اياها، ما بقى بدي اياها، ما بقى بدي اياها، مليت منها يا اخي. لك خلص حبيبتي، انت شو بتأمري؟ انا عم اقول لك ما بقى بدي اياها. خلص من بكره الصبح يا حبيبتي رح روح استاجر لها بيت وحطها لحالها. شو؟
والله بتقطع القلب، تخوف القرنية. انت خايف؟ لك مالي خايف. لا عادي، لك مشاعر الخوف تتواجد عند كل بني آدم. تاريخ فيلسوف. شلون يعني؟ يعني خوف عند كل الناس، عند كل الأحياء. هلأ هيك. يعني مثلاً هلأ الحيوان بيخاف مثل بني آدم؟ يعني هلأ مثلاً السمكة، السمكة بتخاف؟ السمكة؟ ايه بتخاف السمكة. ايه بتخاف. من شو بتخاف السمكة؟ سيدي السمكة بتخاف من الليرة. من الليرة؟ ايه. شلون يعني ليه بقى؟ لأنه فيها 100 قرش. خواجة حسون، شو استقشاري؟ والله من هالدنيا شغل ما في، مصاري ما في، وعندي 3 اولاد ما يعرفوا شو بدي طعميهم. شي بس ما يصير مؤاخذه، انا اللي بعرفه انه انت متجوز وحده مليانه يعني. ايه كانت مليانه، بس اهلها لحشوا الورثه كلها لاخوه الكبير. ولي على هالدنيا شو حظوظ. وين صفر انت؟ شو قصدك؟ قصدي عمونير ابو حمود. شبه؟ تجوز وحده جابت له موبايل. جابت له موبايل وجابت له سيارة. خربيته وجابت له سيارة وجابت له فيلا بالزبداني. وجابت له فيلا بالزبداني. وإذا بدك جابت له كمان فيلا هون بالشام. لا يا زلمة، كمان جابت له فيلا بالشام ولسه جابت له شو آخرته. أكثر مني. مو بيقضي. وين ابنك؟ نادي له لابني. تعالوا لا ولا بس وليه فضحتي الدنيا؟ لا مشان يجي. حاضر ماما. حاضر ماما. حاضر بابا. حاضر. وبابا وينه؟ حاضر بابا. حاضر. شيخ ليش قاعد عم تلعب وتارك دراستك؟ والله ما عم العب يا بابا، عم ادرس. قلت لك عندك شغلتين، يا بتدرس يا بتعمل لي مساج. لا بدرس بابا، بدرس. دروس لشو؟ قاعد عم تلعب. عم ادرس يا بابا بس ما عم افهم. ما عم تفهم؟ حط لي عقلك هون بتفهم. يا بابا حط عقلي هون والله، بس ما في، عم يجيبوا لنا اسئله من برا المنهاج. ما بيصير يجيبوا لك اسئله من برا المنهاج. رد على ابوك منيح. لا انا قاعد، انا بربي، انا ابوه. حاضر ابن عمي. شو هالسؤال الصعب؟ قال عدد انواع السمك. شو بعرفني انا عايش بالبحر انا؟ والله ما هو شو عايش بقى، شو عرفه بانواع السمك هذا؟ بس هذا سؤال سهل. أمك بتعرف على جوابه. شو أنواع السمك؟ لك إيه سهلة ولا يبعث لك قتلك. سهلة. أولاً سمك السردين. إيوة توب عندك. خلص توب عندك. أولاً سمك السردين، ثانياً سمك المشوي، ثالثاً السمك المقلي. يا ميت اهلا وسهلا بجارتي. اهلين وسهلين، تفضلي جاره. اهلين فيكي حبيبه قلبي. والله انا قلت صار لازم بقى نتعرف على بعض ونزور بعض. ما هي اهلا وسهلا، شرفتينا والله. أهلين فيكي. شو اخباركم؟ والله احنا الحمد لله تمام. احنا هون يا ستي صرنا 4 سنين عايشين هون وكتير مبسوطين بالعيشه، وان شاء الله انتم كمان بتنبسطوا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بننبسط بجيرتكم. لك سعيد امبارح كاني سمعت جوزك عم يعيط وكان معصب شوي. فعلاً هو مبارح كان كتير معصب، بس يعني بدك ما تواخذينا وبدكم تتعودوا علينا، نحن بنهاية كل أسبوع منتقاتل. لا أنا جوزي بيقبض كل آخر شهر. مرحبا دكتور، الحقني دخيل عينك يا دكتور. الحقني. خير شباك؟ بنتي بلعت شفرة حلاق. لا وانت شو صار بده هالوقت؟ حلقة دماغ انت الكهرباء. يا حبيبي بابا بام بام، انت فين؟ الجرسين فين؟ اهلا وسهلا استاذ. اهلا. شو بتحب تشرب؟ قهوة دبل. يا العين.
استاذ؟ استاذ؟ جبنا لك القهوة دبل استاذ. ما تواخذنا تأخرنا عليك. لا ما في مشكلة، طالما جيت بنفس اليوم ما في مشكلة. امبارح شو حلمت لك حلم يا زلمة؟ حلو كتير كتير. حلم حلو كتير. من كتر ما النوم بتريح يعني. شو يعني؟ ما دخل؟ يعني إذا وضعنا هيك ممنوع علينا نحلم؟ مو ممنوع علينا نحلم، بس يعني شو هالحلم ها؟ حلمت إني مسافرة مسافرة، خلص سفرة واطلع بسفرة، وشي بالطيارة وشي بالسيارة، المهم إني مسافرة. وأنا كنت عم بحلم إني عم بحضر حفلة حلوة كتير فيها أكل كتير. وليش ما أخذتني معك؟ سألت عنك قالوا لي مسافرة. tracks to Harlow. He meant those things, but it seems to me. وينك يا مرا؟ ايه جاي. Everything was there. شو عم تعملي؟ عم اطبخ. اعملي لي كاسة شاي تقيلة. شبك ليش معصر؟ ليش رايح القهوة؟ لك انا تعبان من الشغل. وبالي في 100 وسواس. انت بس اعملي لي شاي بس لا تنسي يكون ثقيل. تأمر. لا حول ولا قوة الا بالله. لك شو صار بالشاي؟ الشاي خالص بس طلع كتير تقيل، تعال احمله معي. كل شي ماشي ما في مشكلة.